تعزيزاً للاستقرار المالي الدولي وبحثاً عن فرص حقيقية للحوار بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة، كان حجر الأساس قبل 30 عاماً وعلى هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن من العام 1999 تأسس التحالف الاقتصادي الأكبر مجموعة العشرين ليجتمع قادة الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى على مستوى العالم على طاولة واحدة. تتألف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة لرئاسة الاتحاد الأوروبي مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ولكن الأزمة العالمية في العام 2008 جعلت رؤساء الدول والحكومات وليس فقط وزراء المالية يجتمعون لأول مرة في تاريخها على طاولة واحدة، والتي تضم أكبر 20 اقتصاداً عالمياً لمناقشة القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. المملكة العربية السعودية أكدت على مكانتها وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي من خلال مشاركتها في اجتماعات قمة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في العام 2008، حيث دخلت السعودية إلى مجموعة العشرين بحجم اقتصاد بلغ 1.1 تريليون ريال، فيما بلغت قيمة اقتصادها في العام 2019 حوالي 3 تريليونات ريال. في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هامبورغ عام 2017 تم الإعلان عن رئاسة المملكة لقمة المجموعة لهذا العام، لتبدأ منذ ذلك الحين في وضع برامجها وخططها للقمة بعد أن قامت بمراجعة شاملة لكافة المواضيع والنتائج للقمم السابقة. وفعلا استطاعت المملكة في العام الاستثنائي 2020 أن تضع بصمة فارقة في رئاسة المجموعة وأن تتكيف مع ظروف العام غير المسبوقة بكل اقتدار. عن رئاسة العشرين نتحدث اليوم رصدا، إحصاء، نتائجا وتطلعات.